المرأة إذا ذهبت إلى الطبيب الذكر لعدم وجود طبيبة أنثى متقنة، فذهبت إلى طبيب ذكر، والدواء عند أهل العلم يلحقونه بباب الضرورة، عندها مرض جلدي في أسفل رجلها، آكلة أو حساسية في أسفل رجلها، ما في طبيبة أو في طبيبة غير محسنة غير متقنة، وجودها كعدمها، يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الذكر، لكن لا يجوز لها أن تتجاوز مقدار الضرورة، فلا تكشف للطبيب إلا ما يحتاج إليه. بعض النساء إذا ذهبت إلى الطبيب متسترة محتشمة إلى أن تفتح باب الطبيب، إذا فتحت باب غرفة الطبيب ودخلت رفعت غطاء وجهها وكشفت عن ذراعيها والبلا في رجلها، هذا لا يجوز، بل الواجب أن تغطي وجهها ولا تكشف من جسمها إلا ما يحتاج الطبيب أن ينظر إليه بحسب رأي الأطباء. فإذا قال الطبيب أنا أحتاج أن أنظر إلى العينين وإن كانت الحساسية في الرجلين، فهو مصدق في صنعته، ولكن بمقدار الضرورة، ولا يجوز أن يزاد عن مقدار الضرورة.